وحول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. بداية، مساء الخير دكتور بشير. قدمت جمهورية مصر العربية خطابا إلى مجلس الأمن الدولي، ردت فيه على الشكوى القطرية التي اتهمت فيها القاهرة باستغلال عضويتها في المجلس وترأسها للجنة مكافحة الإرهاب لتحقيق أغراض سياسية. في اعتقادك، ما هو هدف قطر من وراء توجيه تلك الاتهامات الباطلة؟ في البداية أشكركم على الاستضافة الكريمة. واقع الأمر أن هذا الموقف القطري يتناغم مع حملة شعواء تشنها قطر ضد الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، حيث طالبت قبل قليل بتدويل إدارة الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، وفي ذلك رد على الموقف السعودي الذي يطالب المجتمع الدولي بتحميل قطر مسؤولية دعمها للإرهاب. واليوم تنتقل إلى القاهرة وتوجه سهام النقد اللاذع للقاهرة عبر المنظمة الدولية، انتقاما من القاهرة على موقفها المناصر للدول الخليجية الأخرى الثلاث الداعية لمكافحة الإرهاب ومحاسبة قطر على دعمها للإرهاب. نعم. الاتهامات القطرية جوفاء، ويعلم المجتمع الدولي أنها جاءت انتقاما من مساعي مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية في مجلس الأمن الدولي لإبراز وتقديم الأدلة الثبوتية التي تؤكد تورط قطر في دعم الإرهاب ماليا وإيديولوجيا وفكريا. جاءت قطر في محاولة للرد على هذه الجهود المصرية من خلال توجيه الاتهامات للقاهرة انتقاما منها على هذا الدور وعلى إبرازها مدى تورط قطر في دعم الإرهاب. لكن الرد المصري أفحم الجانب القطري حينما أكد على دور مصر في محاربة الإرهاب. نعم. وأكد بالأدلة الثبوتية الدامغة مدى تورط قطر في دعم هذا. نعم. الإرهاب. نعم دكتور بشير، طبعا القاهرة طالبت في رسالة الشكوى التي قدمتها إلى المجلس بمعاقبة الدوحة التي تتشدق بدورها في مكافحة الإرهاب. في اعتقادك، ما هي الآليات التي سيتبعها المجلس حيال ذلك؟ لدى المجلس آليات قانونية في بادئ الأمر للتحقيق والتقصي، وحينما يثبت لدول المجلس والمنظمة الدولية ثبوت وضلوع الدولة القطرية في دعم الإرهاب وتوفير الملاذات الآمنة للإرهابيين والتدخل في شؤون دول الجوار لإثارة الاضطرابات والقلاقل في هذه الدول، إضافة إلى التعاون مع إيران الدولة المصنفة كراعية للإرهاب من أجل دعم الأنشطة الإرهابية وعدم الاستقرار في المنطقة، حالة ثبوت هذا الأمر يتم إخضاع قطر. نعم. للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وخلال هذا الفصل يتم اتخاذ إجراءات عقابية زجرية تبدأ بالإجراءات الدبلوماسية. نعم. ثم الاقتصادية، وإذا ما استدعى الأمر تكون هناك إجراءات أشد زجرا وهي الإجراءات العسكرية. قطر لن تصل إلى مرحلة الإجراءات العسكرية لأنها لن تحتمل أي إجراءات اقتصادية دولية، لأنها تئن الآن من وطأة العقوبات الاقتصادية. نعم. والمقاطعة التي تفرضها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، فإذا ما تحول العزل والقطيعة إلى إجراء دولي ساعتها سوف تتراجع قطر على الفور، لأنها لن تحتمل مقاطعة اقتصادية دولية. نعم. من قبل المجتمع الدولي ككل. نعم نعم. من القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.